واحد فتح الباب. لعن خيركم. اني انا متحمس جدا اجرب الديمو. راح نلعب زي ما ذكروا زي النفق تحت الارض وبنشوف كيف الوضع. هل الوضع راح يمشي تمام معانا؟ هل في وحوش نحاربهم؟ ما ادري. شو الصوت؟ لا تقول لي هذا اللودينج على اساس انه سريع مره كذا. وش طلع لي كلام اسكيب مدري ايش، بس راحت بسرعه مدري ايش سالفتها. في هنا ورقه مكتوب فيها اوكي مثلث يقول لك تاكد، زي ايش اسمه زي الصوت حق ريزيفر 7 انا اقراها اوكي. بالرساله بالجزء الاول قاعد يقول لي انه هذه الرساله تركت عشان تساعد الشخص عشان يهرب. انت ما تعرفني ولكن انا كتبت لك عشان حاول تهرب. اوكي هذه خلنا نقراها بعدين هذه، لكن بدايه الرساله انه هذه الرساله متروكه لي علشان يساعدني وانه هذه المنطقه زي السجن واحاول اهرب منها. وهو ترك لي شيء يتكلم انه اثار الدماء، ترك لي شيء يساعدني. ادنق هنا ادور شيء معين. اوكي طلعت تنزل من تحت الجدار الرجال، ايش اسمه رجال فاتح طريق لنفسه. وكذا مفتوح. ابغى ارجع يا خوي. طلع ترى انيميشن مو على كيفي، انيميشن هو اللي يفتح الباب. انا ما ادري اذا بس بالديمو ذا انيميشن افتح الباب، ولكن اتمنى انه ما يكون انيميشن ينفتح. اوكي ممتاز تاس. بس بالديمو، مو بس بالديمو معليش، كاول بدايه لك بعدين عادي يصير الوضع عادي. او ماي جاد اوكي. قدامي طريق، ثاني طريق مسكر. اوكي شو ذي؟ مشكلة ما بدينا اقرب بالصورة، مو على كيفي لازم اناظرها بس كذا فقط لا غير. واضح انها زي ذول المشعوذين السحرة. اوكي هنا في رسالة خلنا نقراها. Medicines for keeping livestock alive. وهذه معدات طبية موجودة هنا بالغرفة ذي. والله يا ولد الدنجن ذا ظلام، ما ادري وين اروح. طريق يميني واضح السلسله بكسره. هذه قائمتي الرئيسيه، يعني يوم ضغطت اكس حولوني عليها. لازم ادور قطاعه. وفي باب هنا اعتقد بيكون مقفل. لا والله مفتوح. اوكي. وفي هنا طريق واصوات. اخي والله تحس نفسك احول كذا ماسك كشافه بيدك وتناظر وتلعب. ما يخالف. انا خايف يصير لي شيء. اوكي هنا في واحد ميت. وقال انا تركت لك شيء عند الدم. المشكله ترى ما قاعد احاول امشي ما اقدر. اوكي في كلام بالدم موجود برجع اشوفه. Help me brother، ساعدني يا اخي. انا بحاول اشيك على جميع الزنزانات لعل وعسى اني الاقي. كانوا في واحد هنا. لا والله شانق نفسه. مقطوع رجوله وناشف دمه. يا ساتر انا بديت ادوخ. من وين جيت؟ جيت من هنا. اوكي جيت من هنا. هذه كراسي تعذيب. يبغالي مفتاح. الاصوات. اها يبغوني ادور على القطاعه عشان افتح الباب والاقي اعتقد مفتاح بعدين اقدر افتح الباب واهرب. خذ لك. وات يلعن ام الحيونه. يوم جيت قبل شوي كانت منسدحه، يوم اني رحت شيكت وجيت صارت طاحت ولقيت القطاعه. اوكي ما يخالف.
واحد فتح الباب. لعن خيركم. دول اللي فوقي خفافيش. لا بشر مقطوعين متحولين فحم يا رجل. في باب كان هنا مقفل ابغى اشيك عليه. وينك يا خوي؟ وين الباب؟ لا مو هنا. مو هنا مو هنا، هنا قدام. هنا يسار. لا مو يسار، يمين يمين معليش. هذا هو هذا هو. اوكي. الاهتزاز ماشي حاله في اليد. اوه هنا المخبي بالدم اللي تكلم عنها. هذه حقة مفاتيح زي حقة الستي ولا ثري. جميع انواع ادوات التعذيب. هذا ذا جيم يا رجل. سو والله سو حق ذا سو مدري ايش حق ال شو اسمه اللي يحط براس افخاخ وذا ذكرتني فيه ما ادري ليش بطريقة او باخرى. ادوات التعذيب يعني المنطقة هذه هنا حق التعذيب فقط. لا اليد قاعد تهز اهتزاز خفيف على دقات القلب لانه دقات القلب شوي كذا ميمي سريعه مره. اهتزازها مره خفيف درجة يا رجل تحس الاهتزاز جاي من يدك مو من يدك. وينك انت؟ فوق؟ اوه طلع طلع ليش ليش قاعد اضيع وقت انا؟ ليش قاعد اضيع وقت؟ افتح عندك يا خوي. سكر الباب خلينا نشوف. في عندك شيء؟ ممر امشي منه شيء؟ هنا طفي الكشاف؟ لا ما يمدي. في شيء اسويه هنا؟ حتى هذا ما يم... ما ما يمديني اسوي شيء. وهذا كسر ام الباب. ترى واضح بيطلع لي. هذا يمدي اللوك باك؟ ينفع؟ لا والله ينفع. اوكي. بسرعة. اوه طفى الكشاف. اوكي. اول ما ادخل يطفي الكشاف. اناظر يشتغل. اوكي ممتاز. وش ذي القاعة؟ كانهم جنود. عقب عصور وسطى قاعد يحاربون مع بعض ضد مين؟ ضد برضو جنود ثانية. أمانة ماني نفس إني أقعد أفسر في ذي الصورة حاليا، أبغى ألعب وأستمتع ما أبغى أركز وأقعد أفسر ليش حاطين كذا. بخليها كذا وضع طبيعي حاليا بعدين أفسر فيها. برضو مرة ثانية هنا ظلام بس الكشاف حقي مو قاعد يشتغل. براميل يطلع صوت. ايش الصوت؟ كأنه صوت ورع. بكمل لانه ما في شيء، انا ما اشوف في شيء يعني. اشوف ظلام ولا اقدر اشوف شيء امانة. بكمل بكمل طريقي. في دم. مين ذا؟ كأنه كان هنا في هنا في أحد. دقيقة دقيقة أبغى أكمل قراية الرسالة دي. إنه في هذا قال لي بعد ما تطلع من الدنجن في شيء. قال لي هذا خوينا شكله مات. اللي قاعد يكتب الرسالة واضح يعرف معالم المنطقة كاملة. قاعد يشرح لي إنه في منطقة والمنطقة دي راح تكون بجدار ولا تستسلم خلك لانه راح يكون في شيء مخفي يمديك تفتح ذا الجدار. وبعدين اطلع مع السلم وانتبه لا تخليهم يشوفونك وانا راح اهرب اليوم. الرجال ذا وضعه غريب. نكمل.
انا ترى لاحظت طريق هنا على اليسار لو تشوفون هناك، بس المشكله في شيء هنا على الطاوله كانه كان في واحد ياكل. يا اخي اللعبه تذكرني باجواء القريه، مو القريه ريزد ايفل 4، بس اللهم على ظلام على سوداويه. يعني ريزد ايفل 4 لو انه المنطقه في ريزد ايفل 4 فيك لقيتها منوره مره، بس هنا المنطقه هنا غريبه. اوكي ايوه هنا في واحد قاعد يحاول يفتح الباب، وهنا في شيء دانس حقت الموسيقى ذي صار شديد. انا عارف طريقي من وين، بس قاعد احاول اني اشيك. الريحه يقول مره سيئه اللي موجوده هنا على الطاوله. اوكي بكمل طريقي من هنا. يب زي ما توقعت. الله تصلح صورة مقطع. انزل انزل. نفس التريلر اللي طلع فيه ايثن اول، بس هالمره غير. هذاك هناك كان مقفل يضربه برجل عشان يقدر يفتح. انا الى الان بدنجن. تذكري انا بدنجن يوم قريت الرساله جبت العيد، مو جبت العيد بس انه لازم ما اقراها الان، اقراها بعدين. اوه اعتقد هنا يوم انه اوصل منطقه بالرساله كاتب. ليت اللي احس ترى انه لا تشيل هم. يب يب انه في منطقه مخفيه. لا لا لا, لا تحسب نفسك وصلت على ديد اند. الا 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 نفس كلام الرساله يوم قال لي تطلع مع اليمين راح تلاقي جدار مقفل، لكن في زر مخفي تضغطه بعدين تطلع مع السلالم، بس انتبه لا تخليهم يشوفونك. معناته هنا في احد راح يشوفني. الرساله حرقت عليه كل شيء. بدنا نشيل المصباح. وهنا في رساله جون. يا ساتر راسي صدع، انا راسي صدع من التاريخ. اللي كاتب التاريخ معناته الناس مستعبدينه من زمان، من 1958. يعني هذه الاحداث ترى حتى قبل قصر سبنسر مفاد الرساله ذي. هل لها دخل بامبريلا؟ لانه امبريلا ترى قبل ال 58 اعتقد من بعد. والله برجع اشيك على فاندوم. اعتقد من 51 او 61 ولا 41، والله ناسي. لكن الرساله قديمه. It was my first day working at the castle today. اوه هذا قاعد يتكلم، معليش انا شطحت، لازم قاري الرساله بعدين متفلسف. يقول انه هذا اليوم الاول وانا قاعد اشتغل بالقلعه. قاعد يقول لي انا منصدم اني شفت انه سكان القلعه ذي كلهم نساء. مو سكان، معليش، القادة الماسترز الرؤساء حقين القلعة كلهم نساء. The masters and her daughters. اوكي زي اللي شاف قبل شوي تحليل التريلر على الأم وبناتها، قويتنا اللي كانت ومع بناتها. اوكي قاعد يقول بالسطر الأول إنه أنا صار لي أسبوعين أشتغل في القلعة وأنا وي خايف. واو. قاعد يقول بالسطر الثاني إنه في خادمة سوت خطأ بسيط والآنسة دانيلا مسكت سكين وشقت وجهها، ويقول انه في الليل قاعد يسمع اصوات اشباح. ابغى ارجع للبيت كذا كاتب. اوكي ب 8 جولاي تقريبا بعد شهر، ما ابغى اسوي هذا الشيء. يا لبي مرجعين ازور زد ايفل 1 يوم تقرا الرسائل وذي الامور. اوكي قاعد يقول انه انا ما ابغى اسوي ذا الشيء. مكتوب يا جماعه الخير يقول انا ماني عارف وش اسوي. السيدات الصغيرات، واعتقد يقصد بنات خويتنا اللي شفناها بالتريلر، يوم فتح الشباك بس فتحه صغيره قاعد يصارخن عليه سكره سكره كذا. والله من جد لانه الكلام مكتوب احرف كبيره. قاعد يقول انه شكلي بيسحبوني لتحت وما عاد احد بيشوفني ثاني مره. وش اسوي وش اسوي؟ ما اعرف وش راح اسوي كذا قايل. امانه الرسائل عجبتني، داخل جو معاها، يذكرني بريزنت ايفل الاجزاء القديمه، اهنيهم الصراحه. وهم قالوا انه هذا الدم ما راح يكون له دخل بالقصه. وات؟ في دم هنا على السلم تشوفون؟ قاعد ينزل دم. اجواء تاخير، اجواء رهيبه. في دم هنا قاعد يجي. الله يستر. قاعد العب بريزنت ايفل ولا لعبه رعب انا؟ يا حاطين غراب، غراب ميت. وصلت القصر. هي اوكي هذا نفس الديمو اللي تكلموا عنه الامبسدر اللي جربوه
انه كانوا بدنج بعدين طلعوا القصر. تمسكها لا عندي فاد. ها شو ذا؟ يقول لك راس شو اسمه حيوان تلبسه عشان يبعد عنك الارواح الشيطانيه. هلو. وقاعد يقول انه طاح مني قبل ما ياخذوني على الدنجن. وات؟ ارواح شيطانيه ايش حدي؟ يا اصوات دقيقه يا خوي. الباب ينفتح من نفسه. والله يلعنك يا باب يا كلب. صبر يا جماعة الخير. هذا الديمو والله انه متاهة. اوكي احسب باب اسحب كلام مو متاهة. ما في طريق واحد. اوكي خذ لك. في طريق طويل في طريق يسارك. باب اليساري مقفل. الان اوه شفته كانه كان في واحد يمشي كانه كان في احد يمشي. الا والله طلعت في بقعة القصر. ايه اخيرا. بس شكلي وصلت نهاية الدمو صح؟ هذاك الباب اللي شفناه بالدمو. بس كأنه في دروب فريم هنا بالقاعة. الموسيقى خلينا نسمع الموسيقى. كان اخت وقفت. اوه الموسيقى بس تجي بالقلعة يوم اني ادخل مداها. هناك في دم تشوفون على الارض يمشي مع الباب. ما ادري ايش حاطين ممرات بس كذا اناظر يعني ماني فاهم المغزى يعني والزبدة من الموضوع. في درج بنزل معاه بس برضو هنا في باب ابغى اشيك عليه. هذا الباب اللي شفناه شو اسمه يبغى عين. يبغى عين. ما ادري اذا يبغى عين وفم بعد بس واضح انه يبغى عين. وين اجيب لك عين؟ وين اجيب لك عين يا خوي؟ طبعا العين بحصل. انا محتار انزل تحت ولا امشي هنا. ابغى انزل تحت. ابغى انزل. ما قاعد يضحك. ابغى ارجع فوق. ابغى ارجع فوق. كنسلت. بكمل مع طريقي هذا. واضح الطريق هذا آمن. بس والله هي في أبواب كثيرة. في هنا. ليش كل الأبواب مقفلة يا أخي؟ فيك يا خوي أنت تلمع؟ عشتك غريب. أوكي. ما في شيء هنا. طريقي تحت. يا خوفي إنه باب العين ذا ما له دخل بالديمو. يا خوفي إنه من اللعبة الأصلية بس يعني أنت قاعد تستكشف بس المنطقة ذي. زي ما ذكروا بالتسريبات انه بلاي ستيشن تبغى شو اسمه تبغى ديمو يكون كجرافكس اللعبه كاداء على بلاي ستيشن 5. يا خوفي انه الديمو بس كذا تمشي عشان بس تشوف الاداء والجرافكس. اني ما في الا حل الحين اللي انزل. هذاك الباب كان عليه دم ما ابغى اروح له. ابغى اخليه اخر الاشياء اللي اجيها. باب القلعة ما يمديني اطلع. اكيد. احس يا اخي هنا مكان لغز كذا الكرات بالارض. ادري. هنا في شيء؟ لا. هنا؟ لا. هذي الابواب مقفلة. يا حالي يا اخوي. في هنا بالنار. يقول انه هذه نفس الملابس اللي انا لابسها. بروح حارقينهم واحد هنا. ياكلهم طابخينهم واحد هنا قاطينه بالنار. تسمعون الصوت؟ تحسون كذا الموسيقى فيها غموض. اوكي اختفت الموسيقى. هنا صاير شيء. دقيقة نظام اكس ماين
واحد قاعد يشرب الشكل هذي يا ياج. اوكي ما في شيء فيها ان الاكس ماين في دي اللعبه هو اساس اللعبه، بس واضح مع ذا الباب راح ينتهي الديمو. ما ادري ايش عندي احساس كذا، يا رب احساسي خطا. وش دي الاسماء؟ ارينا ميهيلا لويس ريجكت. ما ادري ايش سالفه الاسماء ذي امانه. اوه ما في اي شيء، بس كذا حاطينه شكل مسخره. والله انكم مسخره. امانه هنا الديمو هنا، خليني اشوف بس اجواء القريه، او ممكن نهايه الديمو هنا اول ما قرب الدريشه. والله الهواء قوي. شغل كشافك تكفى ما اشوف شيء ترى. ها؟ اوه العين. نظام تحسبوني اهبل؟ جيب الخاتم وسوي له اكس ماين اجين. اي حركات هذه ما تمشي علي يا شيخ. نظام انك تعطيني شيء على اساس انه اوريدي خلاص اكزامن وامور طيبه. على فكره اقول اكس ماين زي اندرلين استهبل. اعتقد هم مستقصدين يورونك كذا الاجواء. عاصفة يا جماعة الخير، ما شفنا بالمقاطع في عاصفة الا بلقطة يوم انه شايب مع بنته ماسك يد بنته. هل معقول الاجواء راح تتغير هنا باللعبة؟ يكون شيء رهيب والله لو تتغير الاجواء. انا لو بتكلم عن ريزنت ايفل القرية راح اخلي المقطع يتسجل كذا نص ساعة عشان بس احطه خلفية لي وانا قاعد اتكلم. شيء رهيب. اوكي اوقعت القصر هذا يبغى له مفتاح. دقيقه خلني اجرب شيء. وين حقت الاقفال؟ افا حقت الاقفال اختفت. حقت الاقفال اختفت تمام ما يخالف. خلنا نرجع، عندي احساس اني ما راح ارجع. طفينا يا ابو الاحساس صدقوني. وين رايحه؟ لو تعالي انزلي. مطنشتني ترى، شايفتني مطنشتني. اللعبه هنا يصير فيها ترى دروب فريم يا جماعه الخير. يا رب في اللعبه الاصليه ما يكون في ذا الشيء. اوه اصلا نيفر مايند، انا ما راح العب ستيشن 5، العبها على البي سي. الخوية راحت من هنا ترى. جبنا لك العين خلاص. بينتهي ترى الديمو هنا. انه طولت مرة. احسهم زودوها بزيادة، اعطوني وجه بزيادة. اوكي نقرا هذا الكلام. طلع من جد الترجمة فعليا للديمو، الديمو اسمه العذراء حرفيا. قاعد يتكلمون بذا الكلام هنا الموجود على المشروبات حقتهم الواين. قاعد يقولون انه الواين يتم صنعه هنا من القرن ال15 من الكلام هذا، وانه هنا يصنعون افضل واين واللي اسمه ميدنز بلاد، دماء العذراء كذا يسمونه. ف هذا قاعد يتكلمونه على موضوع الواين. اعتقد هذا الواين اللي يتكلمون عنه، انه حاطين هنا علب واين واجد لو تلاحظوا. يعني الغرفة هذه ما كان فيها شيء؟ ايش فايدة؟ اوه هذا المفتاح ايش؟ اقول اقدر اطلع اشوف القرية؟ مع اني ما اعتقد راح ينتهي الديمو الحين، تكفون امسكوني بالقرية. بس خلوني اطلع من الباب واشوف بس كذا الاجواء من برا وعادي انه هو الديمو. تكفون طالبكم. والله داري يا جماعه الخير راح ينهونوا علي الان. انا اسف اني حركت عليكم، بس انا اعرف حركات الشركات. I'm watching you. يب وينت؟ قالت انا اشوفك. طيب وينها؟
بس بقول لكم شيء قبل لا انهي قبل لا انسى. شفتوا قبل شيء رساله قريناها اللي كانت عام 1900 وما ادري كم و61 ما ادري 51 والله نسيت. بقول في النهايه جتني ما تخليني اطلع. يب لما اتوقع. طيب شلون اهرب؟ رصاص الدماء. انتي والله عزيز فيه انا ما احس بشيء، انا اللي راح دمي مو انا اللي بلعت الدم. بسرعه 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 بسرعه. هذا الباب هذا الباب 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 الباب. اللعبه تتوقف مو عكس 7 7 يوم تضغط كذا ما توقف. اوكي هذا شيء جديد خلوها زي 2 3. يا هلا ذبحتني. اوكي ثانكس فور بلاينج. اوكي الله نايس روبي نايس ديمو. الرساله يا جماعه الخير قاعد اللي يتكلم فيها انه يقول جيت وانا اشتغل في القلعه قاعد يتكلم على ذي العائله، يعني ذي العائله من 1961 الى يومكم ذا. ترى اللعبه قاعد تتكلم عن احداث بعد احداث السابع، والسابع ترى بدايه القصه كانت 2017، يعني الاحداث هذه راح تكون 18 19 20، فيعني العائله من 1961 الى الان ما كبروا بالعمر، لانه قاعد يتكلم على البنات كانهن كبار. قاعد يقول بنات الام الدوترز اللي ذبحت الخادمه شقت وجهها، يعني العمر واقف عند ذولي. واو او ماي جاد. هذا بس كذا مجرد نظريه مني شطحت فيها، قاعد اجمع الاشياء اللي صارت اللي شفتها في الديمو قاعد اعطيكم اياها. امانه بدعوا قاعد يوروني الكوبرايت حقهم. علم يا جماعه الخير هذا كان ديمو بسيط، جربنا الديمو ما حللت، الحين انا بقعد احلل فيه لين نعرف اذا في اشياء ثانيه نقدر نسويها او لا. وهذا كان نهايه المقطع، شكرا لكم على المتابعه. لا اوصيكم يا جماعه الخير اتمنى ما تحرمون من لايك، واذا ما كنت مشترك اشترك وفعل زر التنبيهات عشان يصلك المقطع اول باول. في نهاية كل مقطع ما أقول غير سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.